بالعربي محور صلاح الدين وبالعبري طريق فيلادلفيا، لكن ما هو وماذا تعرف عنه؟ يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بطول 14 كيلو مترا من البحر المتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، منطقة عازلة كانت تسيطر عليها إسرائيل قبل أن تنسحب من القطاع عام 2005. وفي 2008 عبر فلسطينيون السياج الحدودي هربا من الحصار الإسرائيلي على القطاع، فأصبح المحور تحت السيطرة المصرية. وعلى امتداد الشريط الحدودي تجد معبر رفح، البوابة الرئيسية بين مصر وفلسطين والمنفذ الوحيد لأهل غزة على العالم الخارجي بعد غلق الاحتلال لبقية المعابر الستة بين القطاع والأراضي المحتلة. سمي هذا الشريط بمحور صلاح الدين، بينما تطلق عليه قوات الاحتلال في خرائطها العسكرية طريق فيلادلفيا. وبموجب اتفاقية كامب ديفيد، لا يجوز لتل أبيب القيام بأي عملية عسكرية بهذه المنطقة دون الحصول على إذن مسبق من القاهرة.